أبا الحاج عوض. نعم يا أخوي. هو أنت تعرف إبراهيم عيسي؟ قصدك أبو حملات؟ أبو حملات؟ بقول لك إبراهيم عيسي. يمكن تشابه أسماء يا ابني. اللي أنا أعرفه أبو حملات. مال إبراهيم بتاعك ذي؟ ده بيتريق على القرآن وبيسخر من السنة النبوية وآخر المتمة بينكر الإسراء والمعراج يا حاج عوض. هو أنكر رحلة الإسراء والمعراج؟ مال؟ هو أنت مش عايش في الدنيا؟ ودي عوضين. أيوه أبو الحاج عوض. هات يا شبشب الحمام بسرعة، اجري ياد هاته. شبشب الحمام؟ أهو أهو يا حاج عوض. هتعمل بشبشب الحمام إيه يا حاج عوض؟ عشان هخليك تسمعني الكلام اللي هو بيقوله ده، ولو طلع بيقوله هحط الشبشب في وهنزل ضرب على التليفون بتاعك، عشان هو لو قدامي وهقول له قوم قامت عليكم ركب. أصيل والله يا حاج عوض. قال أبو حمالات قال. حلاوتك يا حاج عوض يا جامد. البحبح عليك ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحان في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الفيديو ده ليس رد على إبراهيم عيسى، لأن الهبدة اللي هبدها مش محتاجة رد. لما كان بيهبد في الأول بيشكك الناس في دينها وحاجات الناس ما تعرفش عنها حاجة، أنا بتكلم على عامة الناس. إنما لما يجي ينكر حاجة أجمعت عليها الأمة وثبتت في القرآن الكريم، ده غير السنة النبوية، والرد بتاعها بسيط جدا. ربنا ذكر في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، دي آية لوحدها، دي سورة اسمها الإسراء، وده يقول لك عنها خرافة. اللي ما معرفش ابراهيم عيسى، قبل ما اقول لك انا عامل الفيديو ده ليه، وقبل ما اسمعك كلامه، اللي ما يخرجش من واحد الا لازم يكون ملحد بس لابس رداء الاسلام. وقبل ما اسمعك رد سيده من الصعيد بترد عليه لما قال ان نساء الصعيد ونساء مصر عامه كانوا في الستينات بيلبسوا مايوه. وبرضه هجيب لك رد الشيخ مصطفى العدوي عليه لما انكر عذاب القبر. مين هو ابراهيم عيسى ده؟ ابراهيم عيسى ساخره من ايات القران الكريم. ابراهيم عيسى انكر وجود عذاب القبر وقال انه اختراع سلفي، استهزأ بالصحابه واهانهم وعلى راسهم الفاروق عمر. ابراهيم عيسى اكد ان الحجاب ليس فرض ودليل على التطرف. ابراهيم عيسى ساخره من صوت الاذان. ابراهيم عيسى انكر رحله الاسراء والمعراج. فالفيديو ده ليس رد، لان اللي ينكر حاجه في القران فقد كفر بالقران وكفر برب القران، فمش محتاجه رد صراحه. لكن نصيحه مني ليك، ابراهيم عيسى بيعرض خرافاته وهبداته على قناه القاهره والناس. لو عندك تلفزيون حتى لو ما بتتفرجش عليه، مجرد وجود تردد القناه على الرسيفر بتاعك ده دعم للقاهره والناس. ولو ما تعرفش ازاي تحذف القناه، اكتب على اليوتيوب طريقه حذف قناه من الرسيفر، بسيطه جدا. وتعالوا نسمع اغلب حملات، وزي ما قلت لكم ده مش رد، حلقه استماع بس للايه؟ للابو حملات. خلونا نبدا. وعلى فكره انا نسيت حاجه مهمه جدا جدا جدا، يعني ابو حملات اللي كان بيقول لك نساء الصعيد في الستينات كانت بتلبس مايوهات، واكيد هتلاقي صوره لامك وهي لابسه مايوه او حاجه مما شابه يعني. طب ايه رايك بقى ان دي صوره ام ابراهيم عيسى؟ صدق او لا تصدق؟ خلونا نبدا. هتصدق ان مفيش معراج؟ وكل قصه انه طلع السما وايه وشاف الناس اللي وصلوا والناس اللي في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. يا دي ابراهيم عيب، يا دي ابراهيم عيب. ده كتب السيرة اللي بتقول، ده كتب التاريخ اللي بتقول، ده كتب حتى الحديث اللي بتقول، بس هو مصدر لك الكتب اللي بتقول حصل والقصص اللي بتقول حصل. كمل ما اقول الحد شيء سهل ببلاش. القصص اللي بتنفي تماما مع رجل مش متقالة، هيقول لك ايه الشيخ؟ ما هو الشيخ قاعد يقول لك بقاله 40 سنة. يا ابراهيم عيب. المسلم سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين ولا أي شيخ في حياته. هيعلمك إيه؟ هيعلمك إيه الشيخ؟ الصلاه والصوم؟ وانت مش عارف الصلاه والصوم؟ صلي وصوم، هيعلمك ايه الشيخ؟ انا نفسي تقول انك مش مسلم وتريحنا من الحوار ده. لا حول ولا قوه الا بالله. لما كان الاذان بيدن كانت الكنبه بتتهز في البيت والبوتاجاز والثلاجه، قلت اقنع نفسي ان الثلاجه بتتهز بالخشوع والبوتاجاز بيتهز من الضراعه لسماع اذان المؤذن، لكن الحقيقه بالوقت اقتنعت انها مفزوعه من صوت المؤذن. بل انا بقى متاكد ان احد اسباب تخلف العرب في العلم والاختراعات والتكنولوجيا واحد اسباب التطرف والجهل الديني هو الميكروفون. ايوه الحشيش بيعمل اكتر من كده، الحشيش بيعمل اكتر من كده صدقني. كتير ايات سورتي النجم والاسراء مليئه بالحكايات العجيبه، بنتكلم عن ايه؟ عن التفسير اللي بيعتبرها البعض الحاجات العجيبه دي من الاسرائيليات. يا مني لا يمنع عليك دلوقتي احط الخياره ده هي في حنكك. ونجد النصوص المتاخره يعني اللي ظهرت فتره متاخره عن بدايات الاسلام تمتلئ بتفاصيل دقيقه جدا غريبه للغايه تتحدى المنطق يعني بقوه كالبراق واجنحته الممتده والحلقه التي ربط بها في الاقصى وشق صدر النبي وتخيير جبريل للنبي بين الخمر واللبن. يا دي ابو مخ تخين انت، انا مش عارف مالك ومال الاسلام بس يا ولد. وصلاة النبي بالرسل والأنبياء في ناحية المسجد الأقصى ومشاهدات النبي أثناء عروجه في السماوات للمعذبين أو المعذبين في النار والمنعمين بالجنة وغيرها من التفاصيل اللي بيتمسك بها جدا كالعقيدة السلفيون.
اسمع بقى رد السيدة المحترمة من الصعيد لما قال ان نساء الصعيد ونساء مصر عامة كانوا من زمان كانوا بيلبسوا مايوه. اسمع رد الست المحترمة على ابراهيم عيسى. هل جدتنا في الصعيد زمان كانوا بيلبسوا المايوه؟ المايوه ده ما يعرفوش اصلا يعني ايه مايوه. لو رحت سألت واحدة ست في الصعيد هتقول لك يعني ايه المايوه ده يا اخو؟ ده لبس امي الله يرحمها. ان كانت الجلابية العادية بتاعتنا بتاخد مترين وربع، جلابية الصعيدية او جلابية الفلاحة بتاخد لها 5 متر. فعاوزاكم كلكم تردوا على اللي بيقولوا عليه اعلامي، انا مش شايفه انه اعلامي ولا حاجه. بيقول لك ان اجدادنا في الصعيد كانوا بيلبسوا مايوه. مايوه المايو ده اجدادنا في الصعيد والفلاحين ما بيلبسوش ولا يعرفوه. تلاقي الواحده الفلاحه زمان او الصعيديه، انا بشبه الاثنين ببعض لانهم ناس محافظين على قيمهم واخلاقهم، والصعيديه والفلاحه مهما تروح في اي مكان حافظه على قيمها واخلاقها اللي هي المطبيه صح. فلما تطلع لما يطلع واحد ما يسواش تلات ابيض ويقول على اجدادنا في الصعيد ان هم كانوا بيلبسوا مايوه والكلام الفاضي بتاعك، عاوز اقول لك يتقطع لسانك. يثرب المدينه المنوره لم يكن مجتمعا مثاليا على الاطلاق. شوف انا بقول لك اهو بمنتهى الشجاعه على الاطلاق، مدينه اللي كان فيها بيوت رايات حمر بغاء يعني دور دعاره رسمي مفتوحه عادي في المدينه، مدينه الرسول. ايه يا سيدي مدينه الرسول. وعشان كده لازم نسال نفسنا سؤال، هو لو ربنا عايز يقول لنا ان في عذاب القبر مش قال لنا؟ يعني قال لنا جهنم فما قالناش في عذاب القبر. تعالوا نسال سؤال عقلاني جدا للكلام عن في عذاب قبر ولا لا. اللي انا بقول انه ما فيش عذاب قبر ده مش كلام انا وبس، مش كلام انا اللي هو الهمت به، ده كلام الائمه والفقهاء، كلام الامام ابن حزم احد اهم الفقهاء في التاريخ الاسلامي، كلام كثير من المعتزله فرقه اسلاميه محترمه ومشغله مخها طول الوقت، كلام حتى الخوارج اللي احنا بنعتبرهم يعني متشددين ومتطرفين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في يوم حساب، ما قالش ان في يومين. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في يومين، قال في يوم واحد للحساب اللي هو يوم القيامه. مش ملكين بقى الكلام ده، بقى كلام برضو من اللي هو تتملك فكره الناس وتروج لعذاب القبر وعايز تطلع لها حاجات كلها خارج المنطق. ملكين ايه اللي هيحاسبوك؟ هو مين اللي بيحاسب، ربنا ولا الملائكه؟ هو ربنا هينتدب الملائكه لحساب الانسان؟ هو ربنا هيدوم توكيل يحاسبونا؟ ربنا هو اللي بيحاسب. طيب مش بيحاسبوهم، بيسالوهم مين بيسالوهم خلاص، ما ده حساب، ما ده حساب يعني يسالوهم ويعذبوهم ويطلع ينهق ويتعذب بالنار والنار تشتعل في القبر ويعيش في الرعب ده، ده فضل على انه ميت اصلا، هو ميت اصلا بالمناسبه يا جماعه. لكن العذاب ده كله معناه عذاب، معناه انه الراجل بيتعذب، او نعيم معناه انه الراجل بينعم اولا بيحس ويشعر ثم بيحاسب. بيحاسب ازاي؟ بيعذب من قبل ما يحاسب. انا بقى بقول لك عذاب القبر ده معناه طعن في عقلك انت كمسلم، لانه مفيش حسابين ربنا يحاسبنا فيه. محدش يقول لي اصل ده حساب اصغر ده حساب اكبر، ربنا ما قالناش كده، قال لنا هو حساب يوم الحساب. اما الذين ينكرون عذاب القبر فانصحك بألا تنشغل كثيرا بهم، لانهم ليسوا اهل علم ولا اهل دين. يعني ليسوا اهل علم حتى تخاطبهم مخاطبه الشخص العالم الذي يستطيع ان يفهم ما تقوله، وليس من اهل التدين حيث انك تستطيع ان تذكره بالله فيتذكر. فشخص ليس بدين ولا بعالم جمع بين الجهل والغباء وجمع بين قلة التدين، هذا شأن أكثر الإعلاميين. يعني شخص كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على أوج الطريق الجيد، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فالكلاب تعوي بكثرة، والآن كل يحاول التقرب ببغض الإسلام. واحد ينكر عذاب القبر، ماذا يصنعون الآن؟ يخرجون كلام المعتزلة والخوارج القديم وينشرونها فقط، ما يصنعون شيء ولا عندهم علم، إنما يستخرجون كلام المعتزلة. فأنا أذكر على سبيل المثال فقط الأدلة الواردة في عذاب القبر. هم لا يقرون بالكتاب والسنة الإقرار الذي يراد عندك من كتاب الله سبحانه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا في عذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله سبحانه في شأن قوم نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء للتعقيب، واستدل بها على عذابهم في القبر. قال تعالى في شأن موت المجرمين الظالمين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فصدر الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت
والملائكة باسطوا أيديهم بماذا؟ بالطرد. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا عند الوفاة كذلك. هذه بعض الأدلة من الكتاب العزيز، من السنة ما لا خصر له في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتنون في قبوركم قريب مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لكن كيف هذا؟ الله يعلم الصفة، الله يعلم صفة ذلك. أنا ما تحكمت في الصفة إلا بالنص، يعني شخصان نائمان، شخصان نائمان الآن متجاوران، واحد منهم يرى في منامه رؤى في غاية الإزعاج، يرى نفسه يضرب ويهان وأمه ماتت ورجله تقطع وهو مغموم في نومه أشد الغم وأشد الهم. هذا يحدث أو لا يحدث؟ وبعد ذلك استيقظ قال: الحمد لله أنها كانت رؤية، الحمد لله أنه كان حلم عفوا، الحمد لله. وآخر بجواره يرى أنه منعم ويأتيه من صنوف النعيم ويأكل من أطيب الأكل ويتزوج في النوم، في رؤيا يرى بواحدة حسناء يحبها، الحمد لله أنت قتيلي، الحمد لله مبسوط وسعيد. بماذا؟ بالرؤية الطيبة. هل أنت وأنت واقف تراقب النائمين شعرت بشيء من ذلك؟ ولا تعرف أي شيء من ذلك. فما ظنك إذا كان شخص في الدنيا، لو مثلنا بالدنيا، طيلة حياته في أحلام مزعجة مقلقة والآخر في سعادة يومية، هل أستطيع أن أنكر؟ الكيفية يعلمها ربنا جل وعلا، وما يسعنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لا نستطيع أن نسلم بالذي قاله ربنا ثم قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي السنة أحاديث لا حصر لها من سنة النبي على إثبات عذاب القبر. سأقطع كل من عادى رسولي وأبطر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.